بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كلنا سيخضع للموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لن ينجو أحد من هذا المصير، كلنا سنواجه مصير الموت. ولكن ماذا يحدث في هذه اللحظة بالذات؟ أحببت اليوم أن أعرض أمامكم هذه الدراسة العلمية الحديثة جدا التي نشرت بتاريخ 1/5/2023 على مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences. 4 أشخاص كانوا موضوعين تحت التنفس الصناعي، ويأس الطب من علاجهم، وقرر الأطباء بعد أخذ إذن من أهلهم أن ينزعوا هذه الأجهزة. وكانت هذه فرصة الحقيقة لدراسة عملية الموت تحت أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وهذه الأجهزة أيها الأحبة تقوم برصد كل النشاط الذي يحدث في أجزاء الدماغ. فالدماغ فيه منطقة للإبصار، فيه منطقة للسمع، فيه منطقة للقيادة والتوجه، فيه منطقة للأحلام إلى آخره. فكانت هناك مفاجآت كثيرة في هذه الدراسة، وأكدت دراسات سابقة قبلها، حتى إن العلماء اليوم لا يجدون مفرا، حتى الملحدين منهم لا يجدون مفرا من الاعتراف بوجود حالة للوعي وأشياء يراها الإنسان لحظة الموت لا يراها من هم حوله. كيف بدأت القصة أيها الأحبة؟ هؤلاء 4 قرر الأطباء أن ينزعوا أجهزة التنفس، وراقبوا اللحظات التي الثواني القليلة التي تسبق لحظة الموت، اللحظة التي يعتبرها العلماء فارقة بين الحياة والموت، عندما يتوقف القلب ويحدث ما يسمى بالموت الدماغي الكامل. ولكن الحقيقة الدماغ لا زال في حالة وعي، ووعي شديد جدا، حتى إن أحد الباحثين هنا وضع مقالة على موقع ساينس يقول بالضبط هناك انفجار لنشاط الدماغ يحدث أثناء الموت، كمية هائلة من الموجات الكهرطيسية من نوع جاما، وهذه الموجات تعتبر أو تمثل حالة عالية جدا من الوعي والانتباه، مع العلم أن الميت يكون مغمض العينين أحيانا ويكون في حالة سكون تام ولا يستطيع أن ينطق ولا أن يتحرك ولا يستطيع أن يبدي أي ردة فعل. ماذا يحدث حقيقة؟ ما الذي يجعل هذا الميت واعيا لهذه الدرجة العنيفة، حتى إن الباحثين يقولون هناك انفجار في نشاط الدماغ، كمية هائلة من موجات جاما يطلقها الدماغ، وهذه الموجات تطلق أثناء التركيز الشديد على قضية ما. أول شيء أيها الأحبة، الشيء الذي لفت انتباه العلماء أن هناك مركز الإبصار ينشط بشدة عند الميت، وهناك ما يسمى في الجزء الخلفي من الدماغ مركز الهلوسة البصرية. هذا المركز ينشط أثناء رؤية الشخص لأشياء في اليقظة غير حقيقية، يعني مثلا يرى أشياء لا يراها الآخرون. يظهر هذا الأمر عند بعض من لديهم اضطرابات نفسية، يرى أشياء، هو متأكد أنه يرى أشياء أمامه ولكن الآخرون لا يرونها. أنا حقيقة هنا أود أن أتوقف مع موقف قرآني يصور لنا هذه اللقطة بالضبط. يعني أخي الحبيب، القرآن يشير إلى لحظة من لحظات الموت التي يتعرض لها الإنسان، حيث إن الميت يبصر أشياء لا يبصرها من حوله، والعلماء يقولون ذلك، يؤكدون ذلك يقينا. يقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح يعني تخرج، وأنتم حينئذ تنظرون. بالفعل يعني الميت ننظر له ولكن لا نرى أي شيء. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه برسلنا، رسل الله، هو يرى الملائكة، يرى رسل الله الذين أتوا لتتوفى هذا الميت، من حوله لا يرون أي شيء. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين
هنا يصف لنا التفاعل لحظة الموت. إذا كان هذا الإنسان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يرى مقعده من الجنة، يرى الريحان والرياحين والجنات، جنات النعيم، فيتفاعل دماغه مع هذا المشهد، فيطلق هذه الموجات لأنه يرى أشياء لا نراها نحن الذين من حوله. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أيضا يرى الملائكة تقول له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيتوق للقاء الملك سبحانه وتعالى. ولكن في الحالة الثالثة والعياذ بالله، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فإذا كان من أصحاب الشمال، كان من المكذبين الضالين، فإنه سوف يرى الجحيم أمامه والعياذ بالله، سوف يرى مصيره الأسود في نار جهنم، سوف يرى الملائكة بأبشع صورة. لذلك تفاعل الدماغ يطلق موجات هائلة جدا، انفجار كما عبر عنها أحد الباحثين في الغرب، يطلق هذه الكمية لأنه لم يرى هذا المشهد من قبل في حياته، كان غافلا عنه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مركز الإبصار يتوهج بشدة. ما معنى حديد؟ يعني حاد جدا، مع العلم أن الميت قد يكون مغمض العينين. الإبصار ليس له علاقة بالأعين أيها الأحبة، الأعمى قد يبصر، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن هنا الإبصار موجود أين؟ في الدماغ، مركز الإبصار في الدماغ أيها الأحبة. العلماء يقولون إن مركز الهلوسة البصرية في الجزء الخلفي من الدماغ أيضا ينشط بشدة، إذن الميت يرى أشياء نحن لا نراها. ولكن هذا يدل على، يعني هذا المركز أيها الأحبة أيضا ينشط أثناء السكر، شرب المخدرات، أثناء يعني يهلوس الإنسان أو يرى أشياء، عندما يسكر يرى أشياء أيضا. لذلك سمى الله الموت بالسكرة، سكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سبحان الله، هذا يدل على إعجاز القرآن والسبق العلمي للقرآن في تخير الألفاظ والمفردات الصحيحة التي تصف الحالة التي أمامنا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الموت، فكيف لا يصف لنا الموت بدقة سبحانه وتعالى وهو خالق الموت سبحان الله. الشيء الغريب في هذه الدراسة أيها الأحبة، مركز الأحلام أيضا ينشط. الحقيقة يعني مركز الأحلام هذا ينشط أثناء النوم، ونحن نعلم أن الإنسان عندما ينام ما الذي يحدث حسب النص القرآني؟ فإن النفس تغادر الجسد أثناء النوم، لذلك النوم هو الموتى الصغرى. نحن كل يوم أثناء نومنا نتعرض للموت، فعندما يتوفى الله هذه النفس في الليل وأنت نائم نوما عميقا ينشط مركز الأحلام. إذن هنا عندما هذه النفس تتوفى لحظة الموت أيضا ينشط مركز الأحلام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، أي أن الله يمسك النفس التي قضى عليها الموت، يمسكها عنده سبحانه وتعالى، ويرسل الأخرى الذي لم يكتب عليه الموت، يرسل الله نفسه لتعود وتسكن هذا الجسد، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو لحظة الموت، إلى أجل مسمى أي إلى وقت محدد ومسمى ومقدر ومكتوب ومعلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهو لحظة الموت. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأنا طبعا بالفعل عندما أتفكر في هذه الآية وأدرك أن ما يحدث لحظة النوم من توهج لمركز الأحلام هو ذاته ما يحدث لحظة الموت، طيب هذه آية بالنسبة لي تجعلني أزداد يقينا أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وأخيرا أحبتي في الله، أرجو كل واحد منا أن يتذكر أنه مقبل إلى هذا المصير. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أنت على موعد مع الموت، كل خطوة تخطوها أنت تقترب أكثر من الموت. أختم بهذه الآية الكريمة أرجو أن نتذكرها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم
أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا لحظة الموت، وأن نكون من الفائزين برحمته إن شاء الله يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.